يسعد صباحكم. طبعا احنا نتواجد باول فندق تقريبا من نوعه خاص بالحيوانات الأليفة. هو العنوان العريض لهذا الفندق هو لاستقبال القطط اللي احيانا يضطر مربيها للسفر او العمل وما عندهم من يتولى رعاية هذه الحيوانات الأليفة، فهذا الفندق يتم جلب هذه القطط الى او الحيوانات الأخرى ويقدم رعاية صحية بيطرية كالعناية بها، أيضا متابعة مثلا البعض منها حالتها الصحية، ومقابل أجور تقريبا قد تكون زهيدة مقارنة ربما يعني بحجم العناية اللي يقدمها هذا الفندق إلى القطط. التجربة تكاد أن تكون جديدة هي على مستوى البصرة أو ربما العراق أن ينشأ فندق يكون مخصص إلى القطط أو الحيوانات الأليفة. طبعا هذه الخدمات هنا من 5 نجوم كما يقال من ناحية العناية الرفاهية التي تقدم إلى هذه الحيوانات، المتابعة والرعاية الصحية، كذلك طبيعة الأطعمة التي تقدم إلى هذه الحيوانات. ربما الفكرة في الأول أثارت دهشة الناس، استغراب الناس، لكن عموما بالفترة الأخيرة بدأنا نشهد تفاعل مع هذه الفكرة. إذا يعني تلاحظوا في هذا المكان الذي نتواجد فيه حاليا هناك الكثير من القطط أنواع مختلفة، خصوصا مع تزايد إقبال واهتمام الناس في العراق بخصوص تربية القطط والحيوانات الأليفة. سعد، ربما لا يخلو يكاد يعني بيت من وجود هذه القطط. نعم سعد، أنت تتحدث لنا حاليا ببعض التفاصيل اللي تخص هذا الفندق. أنا أريد أعرف أنه أكو شروط، أكيد لازم تكون أكو شروط معينة لكل مكان تتم بالإقامة، فأنا أريد أعرف إيش قد ممكن أطول فترة ممكن هم يستقبلون بها القطط، يعني أطول فترة إقامة ممكن، شنو الشروط، وهل هم يستقبلون فقط القطط، أكو ممكن خطة أو بادرة حتى يستقبلون باقي الحيوانات؟ هذه التفاصيل ممكن أنه هي تفيد المشاهدين، إذا عندك معلومات يا ريت تفيدنا بها. بالتأكيد، أولا خلينا نشوفكم يعني شكل خلينا نسميها الغرف. نعم. الخاصة بهذا الفندق بجولة. وطبعا كما تلاحظون هنا أنا مكتوب الاسم، اسم يعني صاحب هذه القطة، وطبيعة المكان اللي كما تلاحظون هو مكان يتمتع بنسبة عالية من النظافة. طبعا هناك أنواع مختلفة من القطط، وهذا العدد يدل أن الناس هناك تفاعل مع يعني هذه التجربة الجديدة، تجربة أن يكون هناك فندق للقطط. طبعا بالجانب الآخر أيضا هناك بعض الكلاب، أيضا كلاب الزينة تتواجد في هذا الفندق. عموما هو يعني لا توجد هناك يعني مدة مفتوحة، المدة التي يطلبها الزبون أن يتواجد أو تتواجد حيوانات الأليفة في هذا المكان يبقيها فيه ويتواصل مع طبعا إدارة الفندق.